نجي الآن لآخر مسألة. المطلوب هنا verify that pile x y و z اللي تساوي 1 على الجذر التربيعي لمجموع مربع ال x وال y وال z satisfies the partial differential equation، تحقق هذه المعادلة التفاضلية الجزئية اللي تقول مشتقة الباي مشتقة ثانية لها بالنسبة ل x زائدا المشتقة الثانية للباي بالنسبة ل y والمشتقة الثانية للباي بالنسبة لل z تساوي الصفر. فهنا نحتاج نطلع المشتقة الثانية للفاي بالنسبة لx وكمان بالنسبة لy وبالنسبة لz ونجمعهم ولازم يطلع الناتج صفر، لأنه قالكم بالسؤال verify أثبتوا هذا الشيء. بداية رح نشتغل على المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للx. طيب فأول خطوة رح نطلع المشتقة الأولى، بس قبل أطلع المشتقة الأولى بوضح نقطة مهمة. هنا الفاي عبارة عن واحد على الجذر، الأفضل أني أرتبها حتى يسهل علي الاشتقاق. كيف أرتبها؟ يقولكم هنا إذا عندي واحد على الجذر التربيعي هي عبارة عن x والسالب نص. شلون صارت سالب نص؟ الواحد على جذر x هي نفسها واحد على x أس النص، يعني الجذر يتحول إلى أس نص، فلما نرفعه فوق تتغير إشارة الأس. فهنا الفاي نفس الفكرة، فالفاي هنا تساوي ما داخل الجذر عندي x تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع الكل السالب نص زي ما وضحت لكم هنا. طيب نبدأ الآن في إيجاد المشتقة الأولى. راح نشتق بالنسبة لx، هذا يعني أني أعامل الواي وأعامل الزد معاملة الثابت. فطريقة الاشتقاق هنا نراجعها، هذه القاعدة العامة لها، لما تكون عندي دالة مرفوع الأس فالاشتقاق على النحو التالي: أنزل الأس، الأس ينزل، وأطرح من الأس واحد، والدالة نفسها ما أغير فيها شيء، بعدين أضرب في مشتقة الدالة. هاي خطوات الاشتقاق. فهنا الأس عندي سالب نص، سالب نص تنزل، ما داخل القوس يظل زي ما هو، لاحظوا ما يتغير، اللي هو x تربيع زائد الواي تربيع زائدا الزد تربيع، وأطرح من الأس واحد. أنا عندي سالب نص، لما أطرح منها واحد راح أقول سالب نص الواحد أقدر أكتبها 2 على 2، 2 على 2 1. طب ليش كتبتها 2 على 2؟ حتى يكون نفس المقام هنا، فالمقام ينزل، سالب 1 سالب 2 نفس الإشارة نجمع سالب 3 على 2، فالأس هنا سالب 3 على 2 فقط. لا، خلصنا الجزء الأول، لا ننسى نضرب في مشتقة ما داخل القوس. طيب مشتقة ما داخل القوس عندي x تربيع زائد الواي تربيع زائد z تربيع، أنا أشتق بالنسبة لx، وش قلت لكم قبل شوي؟ أعامل الواي والزد معاملة الثابت وأشتق الx فقط. طيب أنا عندي x تربيع، إيش مشتقة x تربيع؟ مشتقتها 2x، تمام؟ طيب أشتق الآن الواي تربيع والزد تربيع، الواي تربيع مشتقتها صفر والزد تربيع مشتقتها صفر. ليش قلت صفر؟ لأني أعاملهم كثابت ومشتقة الثابت صفر. خلصنا أول شيء المشتقة الأولى، أحتاج فقط أرتب الحل. هنا عندي 2 وهنا 2 يروحون مع بعض، فإذا راح يطلع لكم هنا سالب 1، ما يحتاج أكتب الواحد فقط أكتب سالب، سالب في 2x. أرتب كمان الحل، راح أكتب الx في البداية، فقط ترتيب الحل. طلعنا المشتقة الأولى، أطلع الآن المشتقة الثانية، وركزوا معي المشتقة الثانية. هنا لما أشتق بالنسبة لx عندي أول شيء سالب x ضرب هذا القوس، هنا عندي حاصل ضرب دالتين، فنسترجع قاعدة اشتقاق الضرب. تقولكم القاعدة إذا عندي حاصل ضرب دالتين فالمشتقة راح تكون على النحو التالي: أشتق الدالة الأولى والثانية تنزل زائدا العكس، اللي اشتقيتها في البداية هنا راح تنزل عادي، وأضرب في مشتقة الدالة الثانية. فهنا عندي الدالة الأولى سالب x، مشتقة سالب x عبارة عن سالب واحد، مول x أساها واحد تروح يبقى معاملها سالب واحد، ضرب الدالة الثانية اللي هي القوس x تربيع زائد الواي تربيع زائد الزد تربيع أس سالب ثلاثة على اثنين. طيب زائدا العكس، العكس اني انزل الاولى اللي اشتقيتها في الحد الاول اللي هي سالب x، انزل السالب x، اشتق الان الدالة الثانية. الدالة الثانية عبارة عن قوس مرفوع الأس، نرجع للقاعدة اللي وضحتها هنا، أول خطوة أنزل الأس اللي هو كم؟ سالب 3 على 2، وأنزل القوس
والأس أطرح منه واحد. أنا عندي سالب 3 على 2 أطرح منه واحد. الواحد عبارة عن 2 على 2 نفس ما سوينا فوق. المقام ينزل سالب 3 وسالب 2 سالب 5، فالأس راح يكون سالب 5 على 2. طيب ما داخل القوس يظل نفسه، إكس تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع. وش قلنا هنا؟ لا ننسى نضرب في مشتقة ما داخل القوس. طيب ما داخل القوس عندي إكس تربيع زائد الواي تربيع زائد الزد تربيع. أنا أشتق بالنسبة لإكس فأعامل هذه كثوابت، فمشتقة الثوابت 0. طيب إيش مشتقة إكس تربيع؟ 2 إكس. طيب الآن أرتب الحل وتساوي سالب 1، ما يحتاج أكتب الواحد، راح أكتب فقط السالب. سالب الجذر إكس تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع، والأس نفسه سالب 3 على 2. الآن هنا 2 تروح مع 2، وهنا السالب السالب موجب، تبقى لي هنا 3 في الإكس في الإكس، تطلع لكم 3 إكس تربيع. والقوس ينزل إكس تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع، والأس سالب 5 على 2. هذه المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس. الآن نرتب المشتقة الثانية، هنا الأس سالب وهنا الأس سالب، فإذا الأس سالب تنزل تحت بأس موجب. فالطريقة على النحو التالي، راح نقول المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس تساوي، هنا عندي سالب راح يكون سالب 1 فوق في البسط، والمقام راح يكون إكس تربيع زائدا الواي تربيع والزد تربيع، أس سالب أس موجب 3 على 2، الأس سالب نزلناها تحت بأس موجب، زائدا هنا 3 إكس تربيع تظل في البسط. أنزل القوس هنا بأس موجب، فيصير إكس تربيع زائدا الواي تربيع والزد تربيع، والأس موجب 5 على 2، خلاص نزلناه تحت. طيب أنا عندي هنا كسرين، أرتب للحل أخليهم في كسر واحد، يعني أجمع الكسرين. بس عندي مشكلة، هنا الأساس أسة 3 على 2 وهنا أسة 5 على 2، فنحتاج يكونون نفس الأس. لو أشرح لكم الفكرة على الجنب، لو عندي إكس أس 3 على 2، إذا ضربتها في إكس، الإكس أسها 1، فإذا نفس الأساس وبينهم ضرب ينزل الأساس وأجمع الأسس. 3 على 2 زائد الواحد، لاحظوا هنا الواحد عبارة عن 2 على 2، المقام 2، أجمع البسط 3 زائد 2 5، بتصير إكس أس 5 على 2. نفس الطريقة راح نطبقها هنا، راح أخذ هذا القوس وأضرب نفس الأساس اللي هو مين؟ أضرب في نفس القوس إكس تربيع زائد الواي تربيع والزد تربيع، لكن الأس 1 عشان يكون نفس المقام اللي هنا. بالسؤال، هل أضرب فقط المقام؟ لا، أضرب بسط ومقام. يعني هنا راح نضرب في إكس تربيع زائد الواي تربيع زائد الزد تربيع بسط ومقام. أي شيء أسويه في المقام أسويه في البسط. طيب فيصبح الحل على النحو التالي، أرتب الحل هنا، نمسح هذه كلها عشان ما تلخبط، فتساوي سالب 1 في القوس راح يطلع لكم كله بإشارة سالبة، يعني دخل السالب على الأول والثاني والثالث، فيصير سالب إكس تربيع سالب الواي تربيع سالب الزد تربيع. المقام هنا راح يكون إكس تربيع واي تربيع زد تربيع، لما أجمع الأسس 3 على 2 زائد الواحد زي ما طلعناها هنا 5 على 2. الكسر الثاني 3 إكس تربيع على إكس تربيع زائد الواي تربيع والزد تربيع أس 5 على 2. لاحظوا هنا صار نفس المقام، المقامات موحدة نقدر نجمع. فنقول مقام نفسه ينزل إكس تربيع زائد الواي تربيع والزد تربيع أس 5 على 2. الآن أجمع البسط وركزوا معاي في الجمع، 3 إكس تربيع وسالب إكس تربيع، فهنا 3 ناقص 1، لاحظوا إكس تربيع نفس الأساس ونفس الأس، فأطرح المعاملات لأن هنا موجب هنا سالب، فثلاثة ناقص واحد راح يطلع لكم 2 إكس تربيع ناقصا الواي تربيع ناقصا الزد تربيع. إحنا بكذا طلعنا المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس ورتبنا الحل، هذا هو الناتج النهائي. نركز الآن على الناتج النهائي ونكتبه هنا على الجنب. فنقول هنا المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس 2 إكس تربيع ناقصا الواي تربيع ناقصا الزد تربيع على القوس إكس تربيع زائد الواي تربيع زائد الزد تربيع أس 5 على 2. طيب نجي الآن للمشتقة الثانية للفاي بالنسبة للواي
والمشتقة الثانية الفاي بالنسبة للزد، هذا نحتاج نطلعهم بالنسبة للزد. طيب لو نرجع للفاي اللي هنا، لاحظوا إكس تربيع، واي تربيع، زد تربيع. الواي والزد نفس الإكس مرفوع الأس 2 وإشارتهم نفسها بالموجب. فهنا لو طلعنا المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للواي والمشتقة الثانية للفاي بالنسبة للزد، بيطلع لكم نفس الناتج هنا، المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس، لكن الاختلاف في شيء واحد فقط، الاختلاف في هذا الحد. وطبعا راح يتغير الحدود الأخرى. شلون؟ أوضح لكم الآن. لما نطلع المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للواي راح يطلع لكم هنا بدال 2x تربيع راح يطلع 2y تربيع ناقصا، والواي هنا بتكون بدالها الإكس، وهنا زد تربيع تنزل على نفس المقام، x تربيع زائد الواي تربيع زائد زد تربيع أس 5 على 2. نفس الشيء ينطبق على المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للزد، 2x تربيع راح يكون بدالها 2 زد تربيع، هنا سالب y تربيع، هنا بدال الزد راح تكون x تربيع، والمقام عندي x تربيع زائد الواي تربيع زائد زد تربيع أس 5 على 2. الآن نعوض بهذه النواتج طلعناها هنا في هذه المعادلة التفاضلية الجزئية، ولازم يطلع الناتج مساوي للصفر حتى نثبت المسألة. فهنا أول شيء عندي المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للإكس نكتبها، اللي هي 2x تربيع ناقص الواي تربيع ناقص z تربيع، والمقام عندي x تربيع زائد الواي تربيع زائد z تربيع أس 5 على 2. زائدا نكتب الآن المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للواي، اللي هي هذه 2y تربيع ناقصا x تربيع ناقصا z تربيع، والمقام نفسه ينزل بالكامل أس 5 على 2، هنا 2. طيب زائدا آخر حد عندي هنا مشتقة الفاي، المشتقة الثانية للفاي بالنسبة للزد، هذه نعوض هنا اللي هي 2 زد تربيع ناقصا الإكس تربيع ناقصا الواي تربيع، عادي بدلت في الأماكن الإشارات نفسها، على المقام إكس تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع والأس 5 على 2. لما نجمعهم الآن المقام نفسه فينزل نفس المقام. ممكن أرتب الحل، أكتب في البداية left hand side اللي هو هذا الطرف الأيسر، نكمل المقام موحد فينزل نفس المقام x تربيع زائد الواي تربيع زائد z تربيع أس 5 على 2. الآن أجمع البسط، فركزوا معاي. الآن عندي 2x تربيع وهنا سالب x تربيع وهنا سالب x تربيع، لو أكتبها على الجنب 2x تربيع سالب x تربيع سالب x تربيع، 2x تربيع تنزل سالب x تربيع وسالب x تربيع سالب 2x تربيع، 2x تربيع و2x تربيع بإشارات مختلفة حاصل طرحهم صفر، فهذا كله راح يساوي الصفر. نفس الشيء هنا سالب y تربيع 2y تربيع سالب y تربيع راح يطلع لكم الناتج هنا صفر. آخر شيء عندي هنا سالب الزد تربيع، هي نفس الشيء، هنا موجب 2 في الزد تربيع حاصل طرحهم راح يطلع لكم صفر. فإذا البسط يساوي الصفر، صفر على المقام راح يطلع لكم صفر، ويساوي الطرف الأيمن right hand side. وبكذا أثبتنا المطلوب. آخر نقطة راح أوضحها إن هذه المعادلة التفاضلية هي معادلة لابلاس. تذكرون معادلة لابلاس اللي المشتقة الثانية ليو بالنسبة للمتغير المستقل الأول زائدا المشتقة الثانية ليو بالنسبة للمتغير المستقل الثاني يطلع لكم حاصل الجمع صفر. فهنا كم متغير مستقل؟ ثلاثة، x وy وz. المشتقة الثانية للفاي بالنسبة لهذه المتغيرات حاصل جمعهم يساوي الصفر، فنقدر نقول ان الفاي تحقق معادلة لابلاس.